تقول نحن نسكن في الجبيل وفي كل سنة نقضي الإجازة الصيفية في جدة. في السنة الماضية ذهبنا مع رحلة في الباص الخاص بنقل المعتمرين ولم ننوي العمرة معهم، ولكن كانت نيتنا من الجبيل أننا سنعتمر بعد أن نذهب إلى جدة ونقيم فيها شهر كالمعتاد في الصيف. لكن المعتمرين الذين كانوا معنا في الباص وقفوا عند الميقات في الطائف وأحرموا، وعندما وصلنا إلى مكة المكرمة ذهبوا هم إلى بيت الله الحرام، ونحن ذهبنا بسيارة خاصة إلى مدينة جدة وقضينا فيها شهرا، ثم أحرمنا من المنزل الذي أقمنا فيه، ثم ذهبنا إلى مكة وأدينا العمرة. هل عمرتنا صحيحة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة: وأنتم عندكم جزم في إرادة العمرة لكنكم أخرتم وقتها، وكان عليكم الخروج إلى الميقات الذي مررتم عليه، وأنتم لم تفعلوا هذا الشيء، تركتم واجب من واجبات العمرة، فعليكم فدية تذبحونها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. اللهم إلا إذا كان عندكم شك، تقولون إذا جئنا جدة لا ندري هل نتمكن من الإتيان بالعمرة أو لا نتمكن، فإن تمكنا أحرمنا من جدة، وإن لم نتمكن فحينئذ يعني ليس علينا الإحرام. فإذا كانت هذه النية، هذا التردد عندكم، فإحرامكم من جدة صحيح، وأنتم أعلم بأنفسكم، وبالله التوفيق.